بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وإن شاء الله هنعمل له سلسلة متكاملة إن شاء الله، سلسلة عن المعالجة بالقرآن من السحر والمس والحسد، سلسلة بعنوان ارقي نفسك وأهلك بنفسك. إن شاء الله تابعونا، هنعمل فيديوهات مسلسلة لحضراتكم للتوضيح والتفصيل. مش عايزين نعمل الموضوع كله في فيديو واحد علشان يكون واضح ومفصل للناس، والناس تبقى فاهمة الوضع يكون ايه بالظبط. طبعا السحر ليه انواع، والمس ليه انواع، والحسد ليه انواع، ولطرق واعراض وكيفية علاج، وايه الحاجة المترتبة على كده. طبعا هنعمل كل حاجة في فيديو لوحدها علشان خاطر يبقى الامور واضحة للناس، ولكن ده اول فيديو هنتكلم فيه من السلسلة. ده عن سحر التفريق، سحر ده نوع من انواع السحر، سحر التفريق. خلاص طبعا هتتابعونا ان شاء الله في الفيديوهات التانية، اللي هو عاوز يعرف اي حاجة اكون موجود في ان شاء الله على السلسلة مع بعض كده، هننزل حاجة حاجة بحيث ان هو يكون الامور واضحة للناس. ولكن قبل ما نبدأ في موضوع اعراض السحر وعلاجه، ياريت اللي مش مشترك على القناة يشترك، واللي مش عامل لايك يعمل لايك، وشاهدوا معانا ان شاء الله الموضوع هيكون مفيد جدا. واللي عنده اي اسئلة او اي اعراض او اي حاجة يكتب في التعليق، وان شاء الله هنرد على حضراتكم. وبإذن الله هتلاقي حاجات جميلة جدا موجودة في الوصف، وهننزل في التعليق برضو بعض امور ان شاء الله، عشان برضو نوع من المتابعة لحضراتكم. طبعا انواع سحر، انواع السحر، من ضمن انواع السحر سحر التفريق. وسحر التفريق يكون به السحر طبعا، او اي حد يكون حقود او انسان ليس عنده دين يذهب الى السحرة ليعمل سحر تفريق لاي احد من الاشخاص. سيان طبعا سحر تفريق بين الرجل وامه او ابيه او اخيه او صديقه او شريكه، اي حد زي كده اسمه تفريق. سيان كان ممكن اتنين في شركة مع مشروع، بعد بقوا كويسين امور تاخد عكسي، ده برضو اسمه تفريق بين الشركين. او الاصدقاء، اتنين صداقة، او الابن وابوه، او الرجل وزوجته، او الرجل واخيه، او يعني الامور تفريق متسعة. طبعا الاعراض لما بتيجي مفاجأة غير الطبيعي، هي دي اللي هي بنركز ولازم تلفت نظرنا ان الامر في حاجة، ولازم نتابع ونشوف الامر يكون في ايه. لو جانا انواع الانقلاب ده مثلا، نوع من الشكوك والظن بطريقة متناوية وبشكل فظيع، او حاجة يعني غير طبيعية غير الاول، ده دليل على في حاجة. عدم التماس الاعذار لبعضينا ونقعد نتلكك لبعضينا على اي حاجة، دي حاجة غير طبيعية، لازم نراجع الموضوع. اذا كان الخلافات بتزيد على اتفه الاسباب او اصغر الامور، وبنتلكك على اي حاجة، دي برضو يبقى الموضوع في حاجة، لازم نشوف ايه الموضوع. يعني تلاقي مثلا نوع من الكراهية، البغض، نوع من الامور مثلا زي مثلا الزوج والزوجة، الزوج مثلا بيشوف زوجته بشكل قبيح او شكل مش كويس، او العكس الزوجة بتشوف زوجها بشكل قبيح جدا، منظر او حاجة زي كده مش طبيعي رغم ان الوضع غير كده، يبقى الموضوع في حاجة، لازم نرجع لامر المعالجة. طيب لما يكون الامور بتتعرض علينا بعض الامور زي كده، اعراض زي كده، يبقى في نعمل ايه؟ لازم نعرض نفسي على معالج، ولازم نعرف المعالج حقيقي، ما يكونش مشعوذ او ساحر. فنعرض نفسي للمعالج، المعالج هيبدا معايا بالامور التاليه، اللي هي ايه؟ اول ما يبقى في اعراض بالشكل ده اللي هو غير طبيعيه، ظهرت بشكل غير موجود، كان غير موجود قبل كده بين الشريكين او الصديقين او الاخ واخوه او الزوج وزوجته او الابن وابوه او الابن وامه، حاجه زي كده، يبقى هنبدا اول حاجه طبعا بالمعالجه. اهم حاجه طبعا الانسان يبقى عنده نوع من العقيده، فلازم المعالج يديهم نوع من درس من العقيده، ان معروف التعلق بالله سبحانه وتعالى، وما نخافش من حد، وما تعلقش مع اي حد غير ربنا سبحانه وتعالى، ونعرف ان الشفاء من عند الله، وما فيش يعني الحل غير بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا قبل بداية المعالجة للمسحور بسحر التفريق،
طبعا لازم نخلو التخلية قبل التحلية، نخلو البيت من الصور المعلقة، من الكلاب لو موجودة في البيت، التمائم، حجاب، واحد قبل كده قال خد الحجاب ده علقه عشان الامور دي كده، اي حاجة متعلقة من الامور اللي زي كده لازم نتخلص منها من البيت تماما. واذا كان في حاجة من اللي هو حجاب او عامل او حاجة زي كده لحد نوع التخلص منه ايه، ما باخدهوش وكده وارميه كده، ولا لا ده بيتعمل له ايات الابطال في ميه ويتحط في الميه ويتعمل له ابطال وبيترمي بقى بعد كده، عشان ما يرميش الحاجه ممكن يكون فيها حد بعدين يقول لي خد هذا، يكون الموضوع اصلا محطوط لتزويد او تدعيم الامور فما نعرفش فبنعمل كده. غير كده طبعا نبعد عن الممنوعات زي الاغاني والافلام والموسيقى والمزمار وحاجه زي كده، واي مخالفه شرعيه زي التبرج او التدخين. يعني بروح المعالج يعالج واحد مثلا مريض يكون مدخن، طب ما ينفعش، انت التدخين ده بتساعد الجن ان هو يقوم معاك، واللي بتعمله بتضيعه بسبب التدخين، لازم تبطل تدخين. التدخين دي مشكله، ما هو ده تدعيم برضو. او مثلا الاخت المتبرجه بتعمل معالجه وبعد كده الموضوع برضو يبقى متواجد، ليه؟ عشان في تبرج. ما ينفعش، لازم يكون تلبس الزي الشرعي علشان ما اديش فرصه او اترك باب يخترقه الجن ويبهدلني يعمل كده. بعد كده بنبدا الرقيه، بتقل الرقيه لحد ما تظهر الاعراض او يصرع المريض وينطق الجني، ويتعامل المعالج مع الجني ويتعامل مع المريض حتى ينجى المريض من مرضه بإذن الله. وبرضو علشان ما يسيبش الجن يتملك المريض فما بيسيبوش لحد ما يخلص الأمر تماما، يقعد مع الجن ماليش دعوة ما عنديش وقت زمني بقى، هنقعد معاه لحد منهي أمر الجني بإخراجه والتأكد من الحالة المرضية، وبديها نوع من التدعيم وبرنامج علاجي وبرنامج تحصين بعد كده. والبرنامج العلاجي ان شاء الله هنبقى نعمله في ننزله حضراتكم في الوصف هتلاقوه موجود، وبرضو الرقية والحاجة زي كده ان شاء الله هعمل فيديو لحضراتكم رقية مسموعة مقروءة هقراها بنفسي لحضراتكم فيديو، عشان برضو يحب يسمع الرقية بصفة مستمرة، دي برضو نوع من العلاج. وبرضو هنزل الرقية برضو كتابة على القناة برضو للي يحب يقرأ، وبننزلها برضو في الوصف في التعليق. وإن شاء الله مع السلسلة هنقول كل حاجة وهنوضح كيفية العلاج. طب نقرأ إيه هي الرقية بتاعة السحر، وإيه رقية المس، والرقية بتاعة الحسد، وأنواع السحر نوعه إيه، لأن سحر التفريق بيختلف عن سحر المحبة. سحر المحبة في آيات معينة اللي مع الرقية، ودي لها آيات معينة لأن ده تفريق وده محبة عكس بعض، فده يبقى يختلف في الرقية. هنوضح الرقى للأمور دي، ولكن دي الأعراض اللي هي بتظهر لأي حد بالوضع ده، يبقى نوع من سحر التفريق. وإن شاء الله في السلسلة بإذن الله تعالى هنشوف الأمور على وضوح وتوضيح إن شاء الله تعالى. تابعونا في السلسلة القادمة بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وأسأل الله لكم الشفاء ولجميع أمة المسلمين إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.